المايه اتجنن، اسمعي كلامي وانزلي. لا يا حبيبي انا مش ناقصه جنان، انا بس مش فاهمه انت ايه اللي خلاك ما تروحش العياده النهارده. ابدا يا ستي، اكتشفت ان احنا بقالنا كتير ما نقعدش مع بعض. وحشني الكلام والرغي معاك، يعني مش كده؟ طب الحمد لله انك عرفت ان انا بضحي علشان خاطرك وعلشان خاطر عيالك. كان زماني دلوقتي قاعده لوحدي مش لاقيه حاجه اعملها. انا عارف. طب بقول لك ايه، ما تيجي معايا العياده ونتابع الشغل سوا؟ لا يا حبيبي، قعدتي لوحدي احسن من قعدتي في وسط العمال بتوعك. على الاقل بقعد افكر فيك يا بيبي. ايه ده ايه ده بنت؟ هو انت بتفكري فيها زي ما انا بفكر فيك؟ يا سلام، انت لو بتفكر فيها ساعات كنت كلمتني في التليفون. انا اللي طول الوقت بكلمك على التليفون وانت يا ترد عليا ما ترد. انت بقى بصراحه اوفر قوي في موضوع التليفونات ده، انت كل 5 دقايق بتكلميني. انت عارفه انا لو رديت عليك مش عارف ايه في شغلي. اخس عليك، في حد يزهق من اهتمام حبيبه بيه؟ لا يا حبيبتي، الاهتمام حاجه والخنقه حاجه ثانيه خالص. خنقه؟ انا خنقه يا مازن؟ اه طبعا خنقه، بس عارفه احلى خنقه في الدنيا، عارفه دي اللي الواحد ما يعرفش يستغنى عنها. اضحك عليا بكلمتين. لا مش كلمتين بس، ده انا النهارده مرتب لك حاجه. ايه؟ هتغدينا ورا النهارده؟ تعالي بس انا اقول لك. لا لا لا، خلينا قاعدين هنا شويه. لا ما هو خدي بالك من حاجه، لو ما جاتيش بمزاجك انا هشيلك. تشيلني ايه؟ طنط والانكل يبقوا قاعدين في الفيلا متفرقه. انا بقى بعشق الفضاء. لا لا يا مازن يا مازن. تعالي بس والله العظيم هتنبسطي. كده حلو قوي. ابراهيم خد الاثنين دول على الحجز، يروحوا المستشفى ويقولي بعد الحمل. نعم يا فندم. تمام يا فندم، العربيه جاهزه في الاول يا فندم. طب يلا بينا. سعاده الباشا، عايز اقول لحضرتك على كلمتين مهمين. طب تعالي لي بكره الصبح عشان عندي حمله دلوقتي يا ام فلوس. ما ينفعش يا باشا الكلام ده يستنى لبكره الصبح. طب روحي لظابط النبطشي. مش هينفع يا باشا، بص ايدك سايق عليك، النبي تسمعني. في ايه يا ام فلوس؟ أنا اللي ذبحت هيثم اللبان. ياه بالسرعة دي؟ أنا فلوسي معايا، ممكن الامتحان؟ الكلام ده برضو ينفع نقوله على الباب؟ ادخلي جوه على ما أجيب لك الامتحان. يا بنتي ما تبصليش كده، أنت دلوقتي ست متجوزة وما ينفعش حد يشوفك وأنت واقفة على بابي كده، وأنا راجل عازب. اتفضلي. طب هات الامتحان بسرعة، أنا مستعجلة جدا. أنت طول عمرك مستعجلة. بس قولي لي صحيح، هو الجواز طلع حلو؟ مالكش دعوة، اخلص وهات الامتحان بقى. مش عايزة نصت خالص. يا مازن، ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ أنا كويسة لعند ماما. آه، لا ما أنا ما رضيتش أصحيك بقى، لقيتك نايم. نص ساعة وهجيلك يا حبيبي إن شاء الله، أصلها قالت لي إنها تعبانة فقلت أجيلها على طول. لا تيجي فين؟ دي طلعت أصلاً بتهزر. ماشي. ماشي يا حبيبي يلا. سلام. هتخلص وتجيب الامتحان ولا اخد فلوسي وامشي؟ فلوسي اللي تاخديها وتمشي. تقلي كده. امتحان اهو. فلوسك اهي. اقول لك ايه؟ عايزين المرة الجاية تبقى اطول شوية. مش هيبقى في مرة جاية اصلا. الدكتور بتاعي والله كنت باخد امتحان. انت بتبص لي كده ليه؟ مازن اسمعني يا مازن، اديني فرصة. مازن 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 ما تتعبنيش معاك يا ام بلوزه. لما كان نايم في سريره دخلتي ازاي؟ انا جايبه لك من الاخر يا باشا وجاي اعترف. قولي لي عشان اعرف اساعدك. اتفقتي مع بلبله وعزه انهم يخدرهولك؟ ولا ليا صالح بيهم خالص. والبخت الحلو
ان انا دخلت عليه لقيته ضايع. دخلت ازاي؟ من الحيطه يعني؟ كنت واقفه مستنيه على الباب لحد ما البنات نزلت. امنت نفسي محدش طالع ولا نازل. مين هيلحقك مني؟ لو سمعني اتشاهد على روحك. دبحته يا باشا وخلصت الدنيا من شره. والسكينه اللي دبحتيه بيها فين؟ عندي في البيت. طب امضي على المحضر من فلوس. حاضر. هتعدموني امتى؟ أنا عارفة يا باشا إن أنا هتعدم. مستغرب ليه؟ أنت هتتعرضي على النيابة والنيابة هتحولك للمحكمة والقاضي اللي هيحكم. والرك على المحضر اللي حضرتك هتكتبه يخدمني يا باشا ويعمل لي محضر حلو كده. أنت مش خايفة من الموت يا أم بلوزة؟ اللي يخاف ما يعملش. وأنا خدت حق ابني خلاص. مش عايزة حاجة من الدنيا. عايزة أروح له بقى. يا أمين. خد ام بلوزة على الحجز وارجع لي تاني عشان نخلص بقيه اجراءاتها. وصي عليها في الحجز ما حدش يقرب لها. دي تبعي. ها تمام يا فندم. شكرا قوي يا باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تيجي وتاكي عند راجل في شقته في نصاص الليالي. هي مالك اللي عملت فيا كده؟ استنيت الفرصه لحد ما جت لها عشان تفضحني. ومالك عرفت منين ان انت رايحه المشوار ده؟ انا عارفه بقى، تلاقيها كانت مراقباني وانا زي العبيطه ما خدتش بالي. لو تفهميني ايه الحكايه بس. افهمك ايه بس؟ بقول لك مازن هيطلقني يا ماما، مازن هيطلقني. يا لهوي. ماما بنتي. طب مش كنت تسمع لها؟ يمكن عندها حاجه تقولها. انا لو وقفت ما كنتش هتكلم. انا مش عشان ما اعملش مصيبه. معني كان لازم اعمل مصيبه. كان لازم. طب مش يمكن تكون راحت لسبب تاني غير اللي في دماغك؟ ايه؟ تلعب بلاي ستيشن؟ ها؟ بلاش استفزاز عملك. ايوه صح. ومفيش اي سبب يخليها تروح لواحد في شقته بصراحه. حتى لو كان في سبب تاني. ما تقابله في اي حته يعني، اي كافيه. لكن تروح له شقته وبالليل؟ أنا مش عارفة أقول لك إيه بصراحة، مش عارفة. أنا السبب إنها راحت للكلب ده. لا يا مازن، لا ما تلومش نفسك، أنت ما عملتش حاجة غلط. أنت كنت مشغول في عيادتك ومستقبلك. هو أي واحدة جوزها يتشغل عنها شوية تعمل كده؟ تخونه؟ أنا السبب عشان ما بفهمش. ما شفتهم واقفين مع بعض كذا مرة في الجامعة. سألت عادي المعيد بتاعها. أنا اللي مغفل. لا ما تقولش على نفسك كده عشان خاطري. أنت حبيتها. واللي بيحبه عمره ما يجي في باله الخيانة. أنا زعلان عشان حبيتها. ليه تعمل فيها كده؟ ليه؟ ما تستاهلش يا حبيبي. ما تستاهلش نقطة واحدة من دموعك الغالية دي. لولاكي كان زماني لابس العمة لغاية دلوقتي. كان زماني واخد على قفايا. يا ريتني ما كنت نبهتك. يا ريتني. على الأقل ما كنتش أشوفك في المنظر اللي أنت فيه دلوقتي ده. لا. كويس أوي إنك عملتي كده. الحمد لله ان ده حصل قبل ما يبقى في ولاد. الحمد لله يا حبيبي انها جت على قد كده. الحمد لله.